وده ابو علي وده حبيبي وبقد لقطك كمان ما يغلاش عليكم. يلا حبيبي بس ده كتير قوي يا ابن عمتي. عيب ما تقوليش الكلام ده يا سيدة، ده انتوا لحمي. حياه النعمه الشريفه على عينيا، انا بعتبر العيال دول عيالي بالظبط. بس انت شغال اليوم بيومه، مش ناقص تشيل حملنا كمان. كفايه عليك علاج عمتي وعلم اخواتك. لواني ما نعملوش معاكي كده، امال مين هيشيل همكم؟ طب بلاش، ما انت بنت خالي، جوزك الله يرحمه كان حبيبي واخويا وصاحبي. تعيش يا اخويا، ما هو ده العشم برضه. يا وليه ما تتجوزيه اهو، يبقى سندك وضهرك ويربي عيالك. نتجوزوا ايه يا وليه؟ انت اتقبلتي؟ ده لسه ما دخلش ديني، هو اخويا وبس. بعدين هو ما اتكلمش في اي حاجه مني. بس اني بقى عارفه انه هو رايدك. ايه قولك؟ هو اقول لك حاجه زي كده؟ هو ايه اللي بحري كلها؟ بحري كلها؟ اه. طيب يا اختي بحري كلها. يا جنبي. اصبر اصبر يا عبده، معلش استحمل شويه. جنبي جنبي هيموتنا يا سيده. ليش؟ نبص رجلك يا دكتور، الراجل هيموت من الوجع. انتوا ايه اللي جابكوا تاني يا سيده؟ انا مش قلت لك ان غسيل الكليه مش هيجيب نتيجه معاه؟ معلش يا دكتور، مفيش حاجه تانيه في ايدينا. للمره الالف، جوزك محتاج عمليه نقل كلى، الغسيل مش هيجيب نتيجه. ونجيب حقها منين بس يا دكتور؟ ده ربنا وحده يعلم احنا بنجيب حق الغسله ازاي. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا حبيبة قلبي. ها يا سيدة، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عبد الراضي. ربنا يخليك لينا يا دكتور. احنا هنخرجوا امتى؟ يعني يومين كده تحت الملاحظة وربنا يسهل ان شاء الله. بس دمي تعبانة قوي يا دكتور. خير يا سيدة مالك؟ حاسة بإيه؟ كل حتة في جسمي يا دكتور بتوجعني. مش قادرة يا دكتور. معلش، ده عشان البنج الكلي بتاع العملية. أنا هقول لهم يزودوا لك المسكنات شوية وإن شاء الله هتبقي زي الفل. ربنا يخليك. الحمد لله على السلامة يا جماعة. شكرا يا دكتور. الحمد لله على سلامتك يا سيدة. جميلك ده هيفضل في رقبتي اليوم الدين. مفيش فرق بيننا. لحمي هو لحمك يا عبد. ربنا يزيح عنك يا رب ويزيح عننا. يخليكي لينا يا ماما. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. حبيبتي يا بنتي. امسك يا عبده، المدام بعتتي الظرف ده الصبح مع السواق. ايه دول؟ ده نص مرتبي على فلوس الجمعيه، تدفع منهم مقدمه التنايه والباقي حجزته لشوار نعمه. ربنا يخليكي لينا ياما، الصراحه يعني احنا تعبينك معانا. لا لا لا، خلوهم كلهم لشوار البنت يا سيده. مالكش دعوه انت بشوار البنت، انا هعرف ادبرها زي ما دبرت لك مقدمه التنايه. ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك.
ده انا من غيرك كان زماني في التربه. الفضل لربنا والست نازك هي اللي دفعت لنا فلوس العمليه وبعتتني مرتبي بالكامل. مني ما رحتش غير اسبوع واحد في الشهر ده. كتر خيرها وربنا يرزقها من واسع يا رب يا رب. ايه ده يا سيده؟ ده كلام؟ ايه اللي جابك النهارده؟ ده انت شكلك تعبان قوي. ازاي بس يا ست هانم؟ ده احنا بقالنا اسبوعين راقدين في الفرشه. بقول لك ايه يا سيده؟ اي حاجه تحتاجيها في اي وقت لازم تقولي لي. ربنا يكرم اصلك، خيرك سابق يا ست هانم. يا اخوانا احنا لما نروحوا القهوه ما نلعبوش على المشاريب، احنا نلعبوا على تنميه عبده. مش لما نبقى نجيبوها الاول؟ لا احنا نعملوا بيها مصلحه الاول وبعدين نلعبوا عليها. ايه مصلحه؟ مصلحه ايه دي؟ اصل عايز انقل عفش نسيب عقبال امالتكم اخذوا اوضه جديده في اللباب. دي تنايه مش ربع نقل. واحنا يا عبد مستعدين نيجوا معاك وانت بتشتريها عشان تحصل لها البركه. هو احنا عندنا كام عبد؟ يومين كده بس ألف السوق عشان نشوف سعر أحسن يكون كويس عشان ما نتخموش. عايز كمان قسطاه يكون مستريح عشان ما نتدبسوش. نصح يا عبده نصح. طول عمره لاقين عبده ده. مساء الخير يا ام حسن. مساء الخير يا ام عامر. عامله ايه يا اختي؟ هو انت لحقتي ترتاحي؟ هو الشغل يا اختي هيطير؟ ما اقدرش اقعد اكتر من كده يا ام عامر، مش في بيت مفتوح وعبد الراضي صحته كانت صعبه قوي. ليه بس يا حبيبتي؟ ده انا شايفاها الصبح زي الفل ومصبحه عليه. ايوه يا اختي، ما هو الدكتور بيطمنا انه تعافى وبقى كويس وراح شغله وهي نوايا تسند الزير. ليه يا حبيبتي؟ انت صحتك في النازل، خلي بالك من نفسك يا اختي، ما تموتيش نفسك، ما حدش هينفع. انا الحمد لله بخير، لميت لك فلوس الجمعيه من ام عبير وفتحيه وهبعتهم لك مع نعمه على المغربيه ان شاء الله. خلاص يا حبيبتي هستناهم، ولو عوزتي مني اي حاجه ابعتي لي، هاجي لك فريره. تسلمي وتعيشي يا حبيبتي. تسلمي يا قلبي. ما عوقتيش يعني؟ ايه اللي جابك بدري؟ في ايه؟ في ايه؟ انت تعبانه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. يا حبيبتي مفيش حاجه ايه؟ لا طبعا، انت لسه جنبك بيوجعك؟ لا يا حبيبتي انا كويسه. اندهيلي على عبده. عبده لسه ما جاش. لسه ما جاش لحد دلوقتي؟ مش عوايده. طب اندهيلي على حسن. يا حسن، حسن كلم امك. ازيك يا امه؟ ازيك انت يا حبيبي؟ خد فلوس الدروس. ربنا يخليكي يا امي. حبيبي ربنا يخليكوا لي. خدي كلمي لي عبده شوفي اتاخر ليه. يا خراشي عليك يا امي، انت لسه ما بتعرفيش تستعمليه. يا بنت انت كل مره تبكتيني كده. انا علمتك عليه يجي 100 مره. امال يا حسره لو ماسكه تليفونات بتوع الموضه كنت عملت ايه؟ ما بيردش. أنا هقوم أحمر البطاطس.
ده انتوا لحمه جواني ما نعملوش معاكي كده. امال مين هيشيل همكم؟ دول ده نص مرتبي على فلوس الجمعية، تدفع منهم مقدمة التمناية والباقي حجزة الأسوار. نعم لا لا الله، اما الراجل جبان بصحيح بقيلها في القرشينات بتوعك وفلوس شوار البيت ويهرب كده زي المره، ينفع كده؟ ده راجل، ده ما ينفعش تقال عليه راجل اصلا. بس بصي ما تعتليش هم، ما تعتليش هم يا ام حسن، انا هنقلبه عليه بحري لحد ما نجيبه لك من تحت تقطيع الارض. انا ما عدتش طايقه اشوف وشه بعد الحمله السوداء اللي عملها دي. انا كل اللي يهمني فلوس جمعيه الناس وشوار البيت الغلبانه دي. ده انا كنت بشيل اللقمه من بقي واحط الجنيه على الجنيه عشان شوار البيت. منك لله، منك لله يا عبد الراضي. خلاص بقى ام حسن بقى، يعني صلي على النبي كده، ما تعتليش هم. انا موجود ورقبتي سداده في اي حاجه، ما تعتليش هم. تعيش يا اخويا، انا كل اللي طالباه منك تقول لامك تصبر علينا شويه في حوار الجمعيه عقبال ما ندبروا قرشين بدل اللي اتسرق. اكمنا هي اللي عليها الدور الجاي. هي عليها الدور الجاي. ما هقول لها، انا امي جدعه وهتصبر عليك، ما يعني ناس لبعضيها مش كده يا نعمه؟ يعني ناس لبعضيها وكده هتصبر. اقول لها اصبري يا امي، هتصبر امي على طول. خير خير ان شاء الله، حسب الله ونعم الوكيل. احي استلم يا برنس. عبد الراضي فين يا عوض؟ مش ترمي السلام الاول يا ام حسن؟ الهي ما يوقعك في ضيقه. قولي عبد الراضي طفش فين؟ ده خد كل اللي حالتنا. هي فلوس التنيه قصرت معاه ولا ايه؟ قولي. احنا قدرنا اسبوع ما شفناهوش. بس تعرفوا له طريق سكه، ده انتوا زملات في المصنع وصديقوا في حب بعض. ابوس ايديكوا تدلوني عليه، وربنا ما يوقعكوا في ضيقه ابدا. قولوا لي هو فين؟ أنا هنقول لك على اللي يعرفوه يا أم حسن، واللي يجرى يجرى، أوعى. أنا ما بنخافش في الحق. سامعك بتبرطم، بتقول حاجة؟ ولا حاجة يا حبيبتي. بحسب. عايزينك عيالة. يا خرابي؟ إيه يا راجل، في إيه؟ أنت ما عدتش بتشوف كمان؟ جرى يا بت بندلعوكي. بتدلعني ولا بتحميني؟ وماله برضك نحموك، مش انت خلاص بقيتي جماعتنا؟ بلا نيلة. ما تعدلي يا بت، ما كانوش نقطتين ميه وقعوا عليكي. يا اخويا بدل ما تنقطنا بنقطتين ميه، نقطنا بحتتين صيغه نزيغوا بيها ايدينا، ولا حته سنتين نعلقوها في رقبتنا. بدل ما انا يا حسره اسمي على ذمه راجل وخلاص. يا بت ما انا لسه مسيغوكي بشيء وشويات في شبكتك. لا، الشبكة دي حاجة واللي بنقوله لك دلوقتي ده حاجة تانية، دي هدية. أمال أنا يعني متجوزة واحد قد أبويا عشان إيه؟ مش عشان ما يخلينيش نفسي في حاجة؟ قد أبوكي؟ طب وماله يا بت؟ ليكي عليا بعد ما نخلصوا فطارنا ناخدوكي من إيديكي ونسيغوكي من أول وجديد. ونبي صحيح. بس أنت ترضي. ونبي صحيح. طب يلا 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 قبل ما الساعة تقفل. نكملوا فطارنا الأول يا بت. يلا يا أخويا قبل ما الساعة تقفل، هو الفطار هيروح فين؟ نكملوا فطارنا. لما نرجع أبقى أكمل فطارك. يا خراب، قوم يا أخويا اسمع. اسمع عليك. ماشي. ايوه عليك يا ام حسن، بترجعي شوار البيت؟ انت كده تكسري قلبها. على عيني يا اختي، بس مش انا اللي كسرت قلبها، ده انا مش عارفه اعمل ايه في الكمبيالات بتاعت التلاجه والغساله اللي كتبتهم على نفسي، ده غير فلوس الجمعيه بتوع الناس. ما تروحي للست نازك تطلبي منها قرشين. مش قادره نوروها وشي. الست دفعت لنا حق العمليه ومقدمه التنايه. نشوفه فيك يوم يا عبد الراضي، نشوفه فيك يوم. طب روحي للزفت مراته الجديده، حسبي الله ونعم الوكيل.
محدش عارف سكته ولا عنوان. منك لله، منك لله يا راضية، بيشوفوا فيك يوم. منك لله. روحة فين يا أم حسن؟ روحة فين يا ياي؟ والله يا ماما يا ماما ولا هي بتكلم نفسها. لا لا الله يا لو أعرف بس انت رايحة فين بس انت هانم. انت عيانة ورايحة المستشفى. طب اجي معاكي. لا يا سيدة، أنا مسافرة لابني لأن حصل عنده مشكلة كبيرة قوي. حجزوا على المشروع بتاعه. يا ساتر يا رب، ربنا يفك ضيقته. بقول لك إيه يا سيدة، خدي المبلغ ده عشان خاطري ما تكسفنيش. أهو برضه هيعمل معاكي أي حاجة لحد ما تلاقي شغل جديد. كتر خيرك، ربنا يكرم أصلك ويوسع عليك وتسافري وتيجي بالسلامة يا ست هانم. مع السلامة يا سيدة. يا لهوي، فلوس الجمعية اتسرقت؟ يبقى هي المرة أم حسن اللي سرقتها. أنا من بكرة الصبح هاخد نسوان الحارة كلهم ونروحوا الكراكول وأبلغ عنها. وطبعا أنت يا موكوس صدقتها. يا أم حرام عليكي، حرام عليكي تتهم المرة في سرقة زي دي. ومالك متحملها كده؟ من يشهد للعروسة؟ مالك يا واد كده مدلوق؟ ما أنا من الأول قلت إنها جوازة شوم. يما يما علي النعمة، نعمة ماليها دعوة بالحوار ده هون. أيوة خليك مدلوق كده يا واد. هي قلة بنات في الحارة ملقتش إلا دي. دولية يتفت لها بلاد تلاقيها طبخة طبخة هي وبنتها. ده ابن عمتها اللي هو جوزها سابها وطفش. وطفش ليه؟ مش يمكن قتلته ودارت الجثة جوه قلب البيت؟ يما حرام عليكي، كفاك افلام هندي بقى. بنقول لك ايه يما، مالكيش دعوه بالمره وبنتها، ما تقعديش ترازي فيهم. وان كان على فلوس الجمعيه انا يا ست اللي هديهم لك. نعم يا عين امك. جمعيه ايه؟ ليه هتسرق سريه ولا تنهب نهيبه يا ست؟ هعمل اي حاجه، انت ليكي الفلوس الجمعيه وخلاص. سيبيني بقى انام. نام يما بلا قومه، عيلتي غم يا دلدول. قطيعة. وبعدين يما هنعملوا ايه دلوقتي؟ هنطلعوا من النجمة ندور على شغلانة جديدة. ما تعيطيش يا بنت، ربنا كبير. قول يا رب. يا رب يا ما. ده ايه ده؟ طيب يا اللي بتخبط. طيب فين؟ طيب يا اللي متخبط. طيب بالراحه. انت سيده محمد عبد الظاهر؟ ايوه يا سيده. تعالي معايا. ايه ده؟ انت مين؟ انت واخدها فين؟ في ايه؟ متعيطي يا حسن؟ متعيطي يا حسن؟ حرام على الولد اللي ما عملتش حاجه. خلي بالك من اخوك. حرام عليك. خلي بالك من اخوك. 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 خلي بالكم من عيالي. خلي بالك من عيالي المهم. خلي بالك من عيالي. خلي بالك من عيالي. عم طه ابو سيدك يا عم طه. روح هتتسجن يا عم طه. انا ابو سيدك. ابو سيدك خرجها ولا اتنازل عن المحضر. انا هرجع لها كل الفلوس بس قدامي. امي مش هامل البهدله دي. امي مش حرامية يا ابو. استغفر الله يا بنتي، انا ما يرضينيش حبس امي، بس اعمل ايه؟ المال مش مالي، دي فلوس ناس. وامك بقى لها كذا شهر ما بتدفعش الفلوس اللي عليها، ما بتدفعش الكمبيالات. واكتر من كده ما نقدرش نعمل حاجه. يعني انت لما تحبسها هتستفيد ايه بس؟ ما انت برضه مش هتاخد فلوسك. انا عايزك تهدي بس شويه، وانا بكره ان شاء الله هكلم اصحاب المال. بس بقول لك ايه، هي الكلمه كلمتهم والشرا شرا، بس انا ان شاء الله هقصر عليها. يا رب يخليك، انت برضو ليك كلمتك عليهم. والنبي والنبي اقنعهم يا عم طاهر. يا رب يخليك ان شاء الله خير. انا اعتمد عليك بعد ربنا. يا رب يخليك. اهدي كده وروحي كده وان شاء الله خير. ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
وليه ما تتجوزيه أو يبقى سندك وضهرك ويربي عيالك. نتجوزوا إيه يا وليه؟ أنت اتقبلتي؟ جميلك ده هيفضل في رقبتي ليوم الدين. مفيش فرق بينا، لحمي هو لحمك يا عبده. ربنا يزيح عنك يا رب. ازيك يا بت نعم؟ نعم. جرايه نعم، انت مش هتدخليني ولا ايه؟ كان على عيني، محدش في البيت غيري، ما نقدرش ندخلوك. لا والنبي، جديده دي، ما احنا عارفين، امك محبوسه وجوز امك طفشان. جرايه يا حود، انت جاي تبكتلي على العيشه اللي احنا عايشينها ولا ايه؟ امي يا حبيبي ما اتمسكتش ادب ولا اتمسكت مخدرات. امي اتمسكت بسبب الشوال اللي كنت حضرتك ناوي تدخل عليا بيه. اها. واحنا ما نرضاش ان امك تتمسك على الفاضي. دخليني بقى، يلا ندخل. تدخل فين يا بت؟ ندخل البيت والضيفين وكده. ما قلنا انا لوحدي في البيت ما نقدرش ندخلوك، وخلاص بقى فضيناها سيره. اه صحيح، نسيت اقول لك، انا هتجوز راجل تاني يا حود، راجل بجد قد كلمته. لكن انت خلاص هدينا الرصه. نعم يا روح امك. بقولك يا بت نعمه، على النعمة أنا خلاص، يعني ما نقدروش نستغنوا عنك يا بت. صحيح اللي اختشوا ماتوا، ده ولا كأن أمك هي سبب في حادث أمي. يا بت أنا ماليش دعوة بأمي، أنا قعدت أزن عليها عشان تتنازل وهي اللي ما رضتش. خلاص يا روحي، خليك في حضن أمك، ما نعطلكوش. أنت يا بت نعمة، يا بت افتحي. ماشي يا نعمة. طب ورحمة أبويا يا نعمة، وما أقولها لك قدام الناس كلها إيه؟ إنك لو بقيت لحد غيري هكون مش هشرحك. هشرحك يا نعمة، ها؟ اديني بقول اهو بعيني وحسي. انت ليه قلت له هتجوز يا نعمة؟ قلت له كده عشان يغور عني، مش كفاية اللي جرالنا من امه؟ استغفر الله العظيم يا رب.